أنا محمد سمير محمد مجاهد، عمري 30 سنة، من مملكة البحرين، طبيب أسنان. في حالة الضيق ألجأ للقرآن الكريم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان الأداء مميز صراحة. أنت مبدئ. جميع تعليقات الحكام كانت جيدة. الجملة جميل جدا. لم ألاحظ أي تعليق فيه مثلا صدمة أو شيء. 5 أصوات لمحمد مجاهد، ألف مبروك، انتقلت معنا للمرحلة القادمة. من مؤكد المرحلة الثانية بيكون فيها التدقيق أكبر بكثير جدا. فلو عدلت على الأقل صوتك لينسجم صوتك مع المعاني. كان هناك قلق ورهبة. الشيخ مجاهد تألق فلا بأس أن أختاره. أول ما بدأ الدكتور عبد الرحيم بدأ بالتصويت لي، يعني اطمأنيت قليلا. مجاهد، أختار مجاهد إن شاء الله. صوت لمجاهد. محمد مجاهد ستكون معنا في مرحلة نصف النهائي. المشترك محمد مجاهد يتميز عن باقي المشتركين بصفة ألا وهي الذكاء. خير لكم. ما زلت مبدعا. غيرت في الأسلوب بتاعك، في تنوع في المقامات، التلاوة في مجملها رائعة. أحسنت. طبعا المنافسة كانت منافسة في غاية الصعوبة. تعادلت الأصوات. شيخ مفتاح العارفين، لك الختام. كنت أدعو الله عز وجل أن يوفقني للتأهل للمرحلة النهائية. محمد مجاهد، محمد أيوب ومحمد مجاهد يتأهلون للمرحلة القادمة. لم أتمالك نفسي في هذه اللحظة، سجدت مباشرة لله عز وجل وشكرته على هذه النعمة وهذا الفضل العظيم. كانت سجدة شكر بمعنى الكلمة. بفضل الله عز وجل وصلت للمرحلة النهائية. كان حلم طبعا. بعد لحظات ستكون النتيجة، وطبعا يعني استرس عالي جدا ونبضات القلب تخفق. إن شاء الله يعني خير. أنا ما أدري أناديك الدكتور أو القارئ، لكن هالمرة هذه القارئ محمد مجاهد. دكتور أحمد، بودي أن أسمع رأيك في محمد مجاهد طوال المراحل الماضية التي شارك فيها. ما شاء الله صوته جميل جدا ورائع، ما شاء الله، يعني قراءته جميلة جدا، ما شاء الله، مبروك إن شاء الله. إن شاء الله، مبارك لك يا محمد مجاهد. الشيخ مشاري العفاسي. والله يا الشيخ مجاهد، أنا دائماً أقول أن الأصوات الجميلة كثيرة لكن الأصوات المميزة قليلة، وهذا باعتبار أن الصوت المميز يحسن توظيف هذا الصوت في الأداء القرآني أو الأذان، فأنت تحسن الجمع بين الإتقان في التجويد والإتقان في الصوت والأداء. موفق إن شاء الله. آمين. شكراً شيخ مشاري.